19 جوان 2019 صدرت كلمة من قائد الأركان خطيرة ولها آثار سيئة إن لم يتراجع عنها. هذه إذان بتحويل الحراك إلى عراك، والعراك إلى صراع، والصراع إلى دماء، والدماء إلى أشلاء. فهذه الأمور ومعظم النار من مستصغر الشرر. تبدأ الأمور صغيرة ثم تتفاقم ثم يصعب رأبها، رأب صدعها. ولذلك هذه ليلة وغدا يوم الخميس ينبغي أن ترتفع جميع الأصوات، كل المخلصين، كل الذين يحبون هذا البلد ويحذرون. نتحدث إلى هذه قيادة المؤسسة العسكرية، إن هذا التصريح من أخطر ما يكون منذ أن بدأ الحراك، لأن فيه أمرا بمجابهة المتظاهرين. هذا ليس لا من الحكمة، حتى الحكمة العسكرية، حتى قائد الجيش المحنك لا يستطيع أن يتورط في هذا. فإذا كان يعيب قائد الأركان في أيام مضت على أن هنالك لحظة غاب فيها العقل فتم اغتصاب الإرادة الشعبية وجلب على البلاد المآسي، هذه أيضا مرحلة غاب فيها العقل، هذه أيضا مرحلة غاب فيها العقل. لكن الحمد لله ما زلنا في سعة من الأمر، عندنا يوم الأربعاء وعدنا يوم الخميس أن يتراجع. نتحدث إلى المتظاهرين سواء في ولاية العاصمة على وجه الخصوص أو الولايات الأخرى، من باب النصح لا من باب الخوف، لأن هناك أناس لا يخافون ولا يرجون لله وقارا ولا يحسبون الأمور. وهذا ما كان يحذر منه الشيخ عباس مدني رحمه الله منذ أن كنا نحن قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في المحكمة العسكرية، كلنا دون استثناء، ونحن نقول هذه قضية سياسية تعالج السياسيين قبل الانتخابات التشريعية تاع 92، ورشحنا أنفسنا ونحن في السجن، فرفض ترشيحنا رغم أنه لم يصدر بحقنا أي قرار أي حكم، ومن حقنا أن نترشح ولو داخل السجن. فمثال الحاج استطاع أن يترشح وهو سجين عند فرنسا وفاز ثم اغتصب حقه. نحن نقول أيضا من باب النصح العامة من الناس والمتظاهرين، نقول لهم اكتفوا بالشعارات، اكتفوا بشعارات المرحلة، اكتفوا بالعلم الوطني. ونحن نعرف بأن العلم الوطني كان ينزع منكم في الطرقات، كانت عندما تجي وفود اللي يصيبوا عنده الإعلام تاع الجزائر نحوه، اليوم ولا الإعلام تاع الجزائر هو اللي ماتوا منه الشهداء. طيب القوات الأمنية والدرك اللي كانوا ينزعوا للناس الراية الوطنية كيف نسميهم؟ كان الواجب اللي ما عندوش إعلام يقول له هاك إعلام، اليوم راح يقولوا لازم نحيوا الرايات. هل هذا وقتها؟ هل هذا هو زمانها؟ لماذا هذا القرار؟ ولماذا هذه الأوامر؟ ولماذا هذه الأوامر لم تكن للجيش، كانت للشرطة؟
والشرطة نحن نعرف بأن الشرطة أيضا تحت قيادة الجيش، حتى أبو هدبة هذا أيضا من اختيار القايد صالح وصديق القايد صالح. لماذا يروحوا الشرطة هكذا يقتلون؟ أي نفرض أنا واحد رفض شعار والآخر يقول القايد صالح قال، ما هوش حتى قايد المدير العام للأمن. صدرت الأماول بالتصدي. تعرف ايش معناها التصدي؟ معناها قد يوصل إلى القتل. يعني كأن هنالك جيش داخل على الجزائر لازم نتصدوا له. شو هذاك العقلية؟ شو هاد الناس كيف يكتبوا؟ وراهم عايشين في الجزائر ولا عايشين في المريخ؟ هذو من الناس هذو يكتب الكلام كيما هذا؟ أنا نقول للشعب اكتفوا بالعلم الوطني، اكتفوا بالشعارات على اختلاف التوجهات السياسية، سامحوا بعضكم بعض. اللي يحب يدير شعار خلي يدير شعار، ابتعدوا حافظوا على السلمية، حتى لو كان يديكم الحبس، حتى لو كان يضربوا لكم سيلكم دمي. ها وانا ما حبيش نوري لكم برك ما رجلي راي لحد الان هذا الاسبوع وهاي كتفي قريب خلعوه لي ونحتسب لله. وجاوني قالوا نديوك للسبيطار ودير فحوص، قلت لهم لا نحتسب لله لوجه الله. ما تديروش. ونفرضوا ناس حبت تدير، ليس من حق لا الأمن ولا الدرك ولا الجيش في حالة هذه المرحلة التي ليس فيها لا دستور ولا نظام حكم ولا أي شيء، هذا كله خارج القانون. رأينا القضاة خرجوا وندوا، رأينا مجلس محابسة، رأينا المحامين خرجوا، رأينا الأحزاب خرجت، رأينا النخبة خرجت وتكلمت، رأينا الصحفيين الشرفاء ندد. هذا من أخطر ما يكون. ويزيدوا يخلعوا في الشعب الجزائري، يجيبوا في هذا التصريحات نتاع في جميع القنوات وعاجل وعاجل. وش معناها؟ حبيتوا تخوفوا الناس؟ هذا ويسموه الإرهاب الإعلامي، هذه الحرب النفسية، هذه الحرب النفسية معناها. ولاو رجال الإعلام ولاو يساهموا في إرهاب الشعب الجزائري. ما تردوش الرايات، احنا نقولها لكم من باب الإخلاص ومن باب النصح، ما تديروش الإعلام، ما تردوا حتى راي، اكتفوا. قال الباءات يروحوا، ما تهونوش فيها اصلا. ومنهم بن صالح، لان بن صالح هذا رشح بوتفليقة للعهدة الخامسة مرارا وتكرارا. وبدوي اللي زور بعض الناس يقولك بن صالح لا معليش، لا الشعب قالك يروحوا قاع، يروحوا كامل. وهذا قايد صالح لازم هو يقول باللي نساير الشعب لازم ينحيهم في زوج. صار نحيت بوتفليقة ودرت عليه انقلاب في 24 ساعة. هذاك انقلاب يا ناس، انقلاب في 24 ساعة. علاه؟ لأن المسألة ولات تخص قايد صالح شخصا، والناس الاخرين علاش تعاطفوا معها قادة الأركان والقوات البرية والجوية؟ لأنهم كانوا يقولوا لو كان يتنحى قايد صالح نتنحاو احنا، داروا عصابة وأصبحوا هما اللي يحكموا في وسط البلاد. هذه الأمور الواقعية. وراهم الآن يلعبوا مع الشعب ويتراوغوا مع الشعب، يمد ويعطي، يمد ويعطي، يكر ويفر، يدير هاك ويعمل هاك. اليوم كلمة هذه لا ينبغي أن يسكت عليها العامة من الناس، ولا الخاصة، ولا خاصة الخاصة. خلوا الناس يحبطوا، احنا ننصحوهم ما تديروش هذه الإعلامات وما تديروش هذه الشعارات، ديروا شعارات خاصة معينة بذات الوقت وذات الزمن وذات الوقت الآخر، واتركوا الآخرين وفوتوا الفرصة على هؤلاء. هذه نصحي لله، لكن الناس أحرار. إذا كان الناس واحد آخرين قال لا، هذو حبوا يكر يركعونا وحبوا الآن حبة بحبة وحبوا يوصلونا وحبوا يديرونا، احنا لا، هذو الحقيقة مسؤولة. لكن الأمن نقول لهم إياكم يا أمن تتورطوا، إياكم تتورطوا، والدرك إياكم تتورطوا،
والجيش اياكم تتورطوا. يا يعني كان يحبوا ينحيوا العلامات يجي قياده الامن يجيوا يحطوه ما ينحيوا. ماشي 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 الخدامين والبسطاء من رجال الامن. اذا كان الدارك يحبط بالصغير ولا بالكبير ولا بالاخر يحبط هو ويحبط لي طاماجور تاعو. صعبه دفع ولاد الناس باش يقتلوا الشعب الجزائري ويقعوا في الحراك ومن بعد تصيبوا مبرر لاعلان الحاله الاستثنائيه. هذا شيء راه مكشوف. هذه خطوه بخطوه حبيتوا توصلوا الى شيء معين. لماذا؟ لان ايضا المؤسسه العسكريه فيها من الفساد وفيها من نهب المال العام يعني لما تصيب انت ارباب مال اللي راهم في الحراش وتصيب وزراء وتصيب كذا يعني كان يقعد معهم قايد صالح وكان كيف ما عرفش كيف ما عرفش يكون قايد الاركان تجي جميع المعلومات الداخليه والخارجيه كيف ما عرفش. المحكمه العليا وين كانت؟ عمياء ما كاش تعرف واش صرا في البلاد من نهار اللي تاسست الى يومنا هذا. معناه هناك ناس راهم يخطوا البلاد وحابين يدوها باتجاه. وعليه تضربوا الشعب يا سيدي ونفرضوا يا سيدي دار شعار ماهوش مليح نقتلوا نضربوا نعذبوا يبقى قول خليه في القول دعه في القول. ما لا غدوه العلامات نتاع الاستاد نحيوهم وتنحيوا العلامات نتاع مانيش عارف واش وغدوه ايضا الشعار الاعلام نتاع فلسطين لازم يزيدوا تنحوه وسبحان الله ما هذا القول؟ شكون اللي يعطيهم الراي هذا؟ أشار عليهم غير ذي رأي كما قال قديم الشاعر. أشار عليهم غير ذي رأي فكان نتيجته الإسفار فلا يستطيع أن يهتدي ولا أن يميز الليل من النهار. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي عقول هذه؟ إذن ها واش كان يصرح؟ هذا 2015 الجيش يعمل بتوجيهات رئيس الجمهورية وضمن الدستور. هذا تصريح نتاعو في 2019 7 فيفري يعني احنا 22 فيفري 7 فيفري واش كان يقول قايد صالح؟ ها وموش انا اللي كنت نقول يا ناس. الجيش جاهز لتأمين ونجاح الرئاسيات تعهد بأن يكون استحقاق 18 أبريل عرسا للديمقراطية. أنا مش نقول كلام كيما هذا والله العلي العظيم. يعني لولا أن الوقت ينصرد عليكم الآن كل التصريحات نتاع هاد الناس وكيفاش كانوا في عب بوتفليقية. نهار اللي كانوا الناس ضد كانوا هما يدافعوا عليها. ولكن نكتفي بهذا حتى ما نطولش على خاوتي لأن الشيء اللي كنت راح نقوله الذي غير مجراه وغير طريقه إنما هو ماذا؟ هو التصريح الخطير الذي يشتم منه رائحة وإياكم. يسقط الشعب في هذا. رامي الآن يحب يقولوا لا احنا رايحين نحيوا العلامات ويضربوا هذا بهذا. لا كونوا يد واحدة. اختلفتوا نعم لكن لا الشيء الذي ينبغي أن لا تختلفوا عليه هو ذهاب هذا النظام. اختلفوا في كل شيء بصح عندكم نقطة واحدة لا تختلفوا فيها ذهاب هذا النظام هو مصدر الكوارث وهو مصدر هذه المآسي اللي رانا نعيشوا فيها وما زال يحوس يجدد نفسه من جديد. واللي يتولى الآن الترويج لبعض وسائل الإعلام بعض وسائل الإعلام ولا تتظلل ولا تتطبل. أنا مانيش نقول وسائل الإعلام حرة بصح سوف يسجلوا ما نقولش التاريخ كما يقولوا للناس سوف يسجل الله عليها ثم بعد ذلك التاريخ والناس. لا بد يكون عندنا يد واحدة. الناس أحرار في شعاراتها ولكن نحن نقول إياكم أن تسقطوا في الفخ. هذه فخة. ديروا الإعلام تاع الجزائر ديروا شعاراتكم ديروا أشياء ما تحتكوش
وما يقولش هذا علماني وهذا إسلامي وهذا، هذا النظام يضرب هذا بهذا، ما كاش. احنا نحب تجي دولة، هذه الدولة تمنح الحق للجميع وتخلي الشعب هو الذي يختار من بين هؤلاء الجميع. مرة يختارني أنا وما نسيبنيش خدمت، ينحيني ويجيب واحد آخر، ونفرضوا أنا العبد الضعيف، يعني داروا رسالة وكتبوا في الحيط ولا داروا في كذا. أنا شفتهم شحال من خاطر، أنا عندي ناس تهموني وشهروا بيا وقالوا ما قالوا، والله ما رديت.